فين التاب يالا؟ طب ما انا قلت لكم من الاول يا باشا، قلت لكم بتدوروا على ايه وانا هساعدكم. اسالني هساعدكم، والله هساعدكم. طب ايه يا باشا؟ طيب طب ايه ده؟ منظر محل خش تاب. احنا مكتوب على وشنا صيني، يعني اخرنا تاب صيني من ابو 600 جنيه. انا افتكرت يا باشا، افتكرت المسدس ده بيفكر. احنا فعلا جالنا تاب، حتى انا استغربت جدا، قلت هو التاب ده مين اللي جاب؟ قام صاحبه قال لي بتاعنا. قلت له طب انت عايز ايه يا صاحب التاب ده؟ قال لي فك لي الباسورد. قلت له هفك لك الباسورد. فكيته بالفعل والحمد لله العمليه نجحت. وراح قال لي جدع يا شاب، وراح اتكل على الله. نعم العزيمه ما اعرف، والنعم العزيمه ما في تاب جاي يا باشا. ايه لازمته الفيلم الاجنبي ده؟ ايه يا عم شو زنكر؟ طيب يعني بسم الله ما شاء الله، دي قوضة ضغط المكان وبسم الله ما شاء الله. يعني لو كان في اي تاب هنا كان قال انا اهو. تعرف يا يالا لو تقعدي تكدب عليها هنعمل فيك ايه؟ وانا اعرف منين ما انتوا اللي هتعملوا؟ بس انا ممكن اتوقع. هتموتوني؟ احنا مش طيبين قوي كده. هتقتلوني؟ يلا يلا. ايه هتعملوا ايه تاني؟ هتعملوا ايه تاني؟ ايوه يا باشا، ما لقيناش حاجة. تمام تمام يا ريس، مستني الرسالة. تبو ولا هيبقى موت وخراب ديار. طب انجز انجز يا عم دروي، انجز يا عم دروي. الخراب وصل لحد هنا، انجز يا عم دروي. نطين نط نط يلا. رايح فين يا شهاب؟ طيب كده طمني هنشم هوا ونيجي بسرعة. 30 جنيه يا شهاب. انا هشتريه ورا الكتب ده. خش يمين من عند بتاع المكان. خد مع السوق ما تخافش. الحتة دي مش هتعدينا يا عم درويش. هتعدي. مش هتعدي. هتعدي. مش هتعدي. خش هتعدي. 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 الله عليك يا عم درويش، جبتها منين دي؟ دي تسليكة رفع الإبرة. كل إبرة وليها خر. يلا حريص اسود، اطلع اطلع اطلع. أنا بطلع أهو. السادة أنا مالي طيب؟ اشتري حاجة مسروقة ليه؟ خلاص يا عم درويش. اشتري حاجة مسروقة ليه؟ ندمان، استغفر الله العظيم يا رب ندمان. ندمان؟ خش وراه، خش وراه يمين. عدي من تحت الانجل. عدي. عدي. عدي 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 عدي. اسحب. هم لسه ورانا برضه. اسحب. خش وراه. ينفع. خش وراه. خش يا وش المصايب. ما تسيبوش، خليك وراه. اوصاف الراجل ده تلف كل المديريات والاقسام ونقط الشرطه اللي في الجمهوريه. ان شاء الله يا فندم هنجيب قراره في اقل من 24 ساعه. في 6 ساعات يا وائل، في 6 ساعات. 24 ساعه دي نكون بنقرا فاتحه على روحه. حاضر يا فندم. بس منهم دقيقتين. حاضر يا فندم.
يا كريم اهدى شويه وبطل تافور. اهدى؟ انت هتستهبل يا اشرف؟ وزيره تتفجر قدام الوزاره بتاعتها وتقول لي اهدى؟ البلد بقت ملطشه يا عم. ولا ملطشه ولا اي حاجه، بس لازم نهدى عشان نفكر ونشوف هنعمل ايه. يا ابني نهدى ونفكر دي لما جماعه طالعين رحله وادي الريان، لازم يبقى في اجراءات واجراءات سريعه. انا ما اعرفش يا اخي انت جايب البرود ده منين. ابوك الله يرحمه يعني يوم ما كان بيمسك قضيه كانت الوزاره كلها بتولع. عشان كده الله يرحمه جاله الضغط والسكر والقلب قبل ما يكمل 50 سنه. ولو بس ما كانش في قضيه بتقف قدامه. يا عم اهدى اهدى، احنا لسه بنقول يا هادي. لازم يبقى في اجراءات، لازم يبقى في اجراءات يا اشرف. يا عم في اجراءات، احنا بنحقق مع كل طاقم الحراسه عشان نعرف مين فيهم اللي سرب خط سر الوزيره، وبعدين بتوع المعمل الجنائي شغالين، اول ما يخلصوا هيبعتوا لنا التقرير، وكل رجالتنا لما كل العيال مسجله، دول لوحدهم حوالي 2200 واحد، يعني في اجراءات، في اجراءات اهو شغاله. وده يا اشرف ده لازم يتجاب، انا متاكد ان ده ورا كل اللي بيحصل. هنجيبه. هنجيبه ما تقلقش. هنجيبه. جو النشرات والمديريات ده اللي ما بيخلصش ها؟ وكل ثانيه بتعدي بتدي فرصه للمتهم ده انه يهرب. فدي عندك حق. طب ما انا عارف ان انا عندي حق، هنعمل ايه بقى يا عم اشرف؟ يا عم في ايه؟ اهبط بقى شويه كده، اهبط. اهبط؟ ايه يا اشرف في ايه؟ انت خدت عليا قوي. يا كريم، احنا قاعدين لوحدنا. ولو يعني، ده ما يديكش فرصة ان انت تعمل كده. ماشي يا سيادة المقدم، ممكن حضرتك تهدى شوية بقى؟ هتقفش بقى انت في ايه؟ هتسيبني افكر لوحدي ولا ايه؟ يا عم انا ولا قافل، انا بفكر، اديني فرصة ان بص، احنا هنخلي 90 مليون مواطن شريف هم اللي يدوروا معانا. ده ايه الحظ النحس ده؟ واحد حرامي تافه يسرق سريقه ويلبسها لي ويطلع عليا ناس بلطجيه. يا ده عم درويش، بص عم درويش، بص على ايه؟ ده انت طاق في التلفزيون في الشاشه اهو عم درويش يا راجل. الله نعم. ايه ده يعني؟ امال انت مش طالع معايا ليه ولا؟ لا مش طالع معاك، اصل هما بيحطوا في المحلات دي كاميرا بره كده عم درويش علشان يعني ايه يشوفوا الناس اللي تسرق حاجه بتاع، فبتعرض الناس لايف. امال انت فين؟ انا مش جنبي ليه ولا؟ جنبك اهو عم درويش، اصل في فرق تاخير عم درويش زي كده البث بتاع يوتيوب. بس ايه يوتيوب ايه؟ طب انت مش واقف جنبي؟ اهو صورتك مش طالعه ليه؟ انا ما اعرفش الكاميرا اللي بايظه بقى، انا مالي؟ طب ايه مش في راجل بيتكلم فوق؟ وايه الشريط بقى اللي تحت ده؟ الجهات الامنيه تنشر صوره المتهم بتفجير وزاره الصحه وتناشد المواطنون بالبحث عنه. عنك انت يا عمو درويش، بيقولوا عليك رهيب. والله يا سياده اللواء ده انا حفيت على بال ما لقيت له الوظيفه دي في السيرك، اللي هو يعني يقطع تذاكر وكده. وبعدين لقيته جاي لي وبيقول لي يا بابا انا عندي طموح. قال ايه؟ بسلامته عايز يركب فيسبه ويوزع الاكل اللي هو من المطاعم للبيوت. لا مؤاخذه يا باشا، انا دوشت سيادتك، بس يعني بفضفض معاك من غلبي. وقد أعلنت وزارة الداخلية في بيان رسمي أن المشتبه به كان يحوم على مقر وزارة الصحة قبل التفجير بدقائق، وتم التقاط صورته من خلال كاميرات المراقبة وهو يقوم بعملية التفجير، وجاري البحث عنه حاليا. يا ابن ده تعرفه ده يا باشا؟ عرفه. ايه اللي عرفه؟ دي القرف. ايه مالك يا فهيم؟ النت الصحفيه المعفنه دي مفيش فايده فيها. ايه انت مش سجلتها العظمه اللي كانت طبعانة فيها؟ هي عظمه واحده بس سعادتك، ده انا رميلها شويه العظمه. بس هنعمل ايه؟
يعني ماسكه في العظمه ببقها ولسه بتهوهو. ده احنا عاملين عندهم اعلانات اكتر من 500,000 جنيه في السنه. ورينا يا سيدي، ورينا الخبر. لا مش ده سعادتك، ده اللي فوق ده. اقف. خير يا باشا؟ في ايه؟ فاهم، نلغي لك كل مواعيد النهارده. وقد اعلنت وزاره الداخليه في بيان رسمي ان المشتبه به كان يحوم حول مقر وزاره الصحه قبل التفجير بدقائق، وتم التقاط صورته من خلال كاميرات المراقبه وهو يقوم بعمليه التفجير. وجاري شفتي قعدتي تفكريني بالانفيتيشنز دي كم مره؟ برضه نسيتها. يا ماما مركزه في ايه قوي كده يا ماما؟ حضرتك شايف ان دي عملية ارهابية منظمة ومن جهة معينة، ولا ممكن اعتبارها حدث ارهابي عشوائي؟ عشوائي؟ عشوائي ازاي؟ دي وزيرة واكيد مستهدفة، واكيد المشتبه فيه اللي بتدور عليه وزارة الداخلية مجرد اداة للتنفيذ. ده الدنيا مقلوبة على الحادثة دي. طيب يهمنا نذكر السادة المواطنين ببيان وزارة الداخلية اللي نشرت فيه صور المشتبه الاول في عملية التفجير بعد ما لقطته كاميرات المراقبة بمحيط الوزارة. ده عم درويش؟ نعم. اهو يا ماما عم درويش ده. انت تعرف الراجل ده يا طارق؟ اه طبعا. تعرفه من امتى؟ لا من زمان يا ماما، من 5-6 سنين، ده من اول ما فتحت الشركه تقريبا. بس مش ممكن يكون هو اللي وراء الحادثه دي، ده راجل طيب وغلبان جدا. انت تعرفه منين اصلا؟ مش شغل يا ماما، الراجل عنده سايبر في اسكندريه. اول مره جالي كان جاي ياخد مني سويتش وكابلات وسوفت ويرز، وبعد كده بقى يعدي من وقت للتاني ياخد حاجه يسلم. لكن لسه عندي النهارده الصبح. ايه؟ في حاجة غلط يا ماما، مش مصدق الكلام ده. مستحيل عم درويش يعمل كده. وقد أعلنت وزارة خلص يا شهاب، استنى الباقي يا عم درويش. مش مهم السيف الباقي، اخلص. طب انا عايز، انا هاخده. اخلص. اللهم في ايه يا عم درويش؟ اجري. ايه؟ ايه يا عم درويش؟ اجري. ايه؟ طب كنا خدنا الباقي. استنى. استغفر الله العظيم يا جدعان، اركب انا. لا يا عم درويش. اركب. اركب ايه بس؟ يا عم درويش. سرقوا دلوقتي ونتقابلوا عند محطة السيدة. السيدة مين؟ السيدة زينب. يلا على التخوين. أنا جاي هنا. بلدين.
انا ما شفتوش غير مره واحده بعد ما هرب من السجن من اكتر من 20 سنه. وليه ما قلتليش ساعتها؟ كنت هقول لك ازاي. انت ما كان لكش مكان، انت اختفيت. ما انا كنت فاكر انه مات، ما اعرفش انه لسه عايش. وانا كان كل همي ابعده عن حياتي وحياه طارق. اللي بينك وبينه انا ماليش دعوه. لا، ده مصلحتنا احنا الاثنين، لازم نلاقيه قبل ما يسمع وصلنا. هنعمل ايه يعني؟ اي حاجه، نعمل اي حاجه، المهم الاول احنا نوصل. السلام عليكم. الله يسهل لك يا حاج. الله يسهل لنا كلنا يا ابني. هو في صاحب محل البقاله ده؟ يوه، امسك يا حاج. امسك ايه؟ ده كرتاس تحط فيه 3-4 بيضات وتتوكل على الله كده واسمع جمال خطوتك. يا ابني يا ناقصه بيض يا ابني، ناقصه بيض. بقول لك انا عايز صاحب المحل ده. يا حاج قضيها النهارده بيت، مش لازم الفلامنك. طب اقول له ايه ده؟ اقول له انا عايز ماهر الدخش. ماهر الدخش؟ مين اللي بينده عليا؟ انا. انت مين؟ درويش، يخرب بيتك. لا ما اتخرب خلاص. وزيره، راح تفجر وزيره. ما تخافش، ده بتاح ايه؟ هو بتاح كده، جوز بنتي. لما انت جوز بنته بتحلو نروح من الصبح ليه يعني؟ انا شرفني اللي انت صاحبه الانتيخ، مش جايز تكون مخبر؟ جايز يكون مخبر، ده منظر مخبر برضه. معلش، ما ده لو فكر بيطلع غازات. بتاح وبتاع بيض، انت بتعمل في بيتك كده ليه يا ماهر؟ معلش تعب ولا يبقى في المحل هو تنسى المفاتيح جوزها كله بره. حاضر. اهلا اهلا. نور اخويا. طبعا انت عارف انك لو حلفت باقي بنات المسلمين كلها على ان اللي بتقوله ده حصل فعلا محدش هيصدقك. المهم يا ماهر، انت مصدقني ولا لا؟ عاوز رد بامانه ولا كلام الاصحاب لبعضيكم؟ يا ماهر، معقول يعني انا افجر وزيره؟ طب ليه؟ يا ماهر انت عارف ان انت من يوم ما هربتني من السجن وانا بعيد عن العواء بالمشوار. يا راجل، ده انا مرضتش احضر فرح بيتك معجزة عشان ما تلطش في اي حد من المخبرين اللي بيتحنجلوا حواليك. انت فاكر ان انا ناسيها لك؟ ده حتى معجزة اتقهرت وفضلت كاتمة في نفسها طول الفرح، كان يوم اسود على بتاح. بتاح يا عم ماهر؟ يا عم ماهر الله يسيئك، ركز معايا يا عم، ركز معايا يا عم معروف. ماشي، كلت بعقلي حلاوة. انت جاي لي ليه؟ شوف يا ماهر، انا عارف ان انت قتل قتلة وقلبك ميت، انا شخصية وسخة يعني. وانا بقولها لك بصراحة، انا مراكبي في اسكندرية اتحرقت خلاص، ومليش اي حد في مصر اعرفه ممكن يساعدني غيرك انت ماهر. كلنا لقمتين العشاء وشربنا عليهم مية. امورني. عايز ايه؟ شوف يا ماهر، أنا عرفت من التلفزيون والأخبار إن بعد الشقلطة اللي حصلت للوزيرة دي وكل التفجير اللي حصل ده، إن الست لسه عايشة وفيها الروح. شغل هو إيه؟ أنا بقى فرصتي الوحيدة إن أوصل لها. هي بقى لو اقتنعت إن الجهاز ده جالي مسروق وإن أنا يا ست جاي عشان أرجعه لك أهو، ساعتها بس هتتأكد وتعرف ان انا ماليش اي يد ولا اي دخل في اللي جرى لها. ماشي؟ ساعتها بقى هتأمنني من الداخليه وتأمنني من التيران اللي اتطلقوا ورايا في اسكندريه واللي ما اعرفش مين اللي تابوهم ايه. مالك يا ماهر، عمال تتلوى في ايه يا ماهر؟ مزنوق. مكسوف منك، عايز افك حصر. يا عم قوم فك حصر، قوم، ما احنا قاعدين. معلش تعالي، خش حط لعمك، خش يا ولا. ليك وحشه والله يا عم درويش. الله يخليك يا معجزه. ايه ده ما شاء الله، ابنك؟ امال ابن خالتي؟ ده ابني نزار. مين؟ نزار ما شاء الله، بتاح اتجوز معجزه وخلفه نزار،
ما شاء الله، لله الامر من قبل ومن بعد. ايه ده؟ ده موبايلك يا عم درويش. صحيح. ايه يا ولا شهاب؟ الله عليك يا عم درويش، ده انت حافظ نمرتها اهو. ايه حافظ نمرتك؟ خطبت انا؟ لا اصل انت يعني رديت عليها على طول بالاسم. يا ابني هو في حد عارف النمره دي غيرك؟ وصلت اسكندريه؟ انا لسه غارز رجلي في الرمل الزعفران حالا. المهم طمني عليك، قبضوا عليك ولا لسه؟ سفخص على ملافظك، سفخص على ملافظك. يعني انت لسه حر طليق. ماشي يا عم درويش، وبطمني عليك، اصل انا يعني رصيدي ما يستحملش مكالمات كتير. وانت بسم الله ما شاء الله رصيدك على قلبك قد كده، انت راجل مطارد ومعاك رصيد. بهزر يا عم درويش، عارف انا لو قدامك دلوقتي هتظرفني يا فهيم. والنعمه العظيمه وحشني. وحشني تلطيشك كمان. ماشي. لا لا الا الله. خضر ابتدينا نلبش بقى. حلو قوي. يعني انت عايز توصل للست الوزيره صح؟ صح يا مهر. ومش قادر تهبط لغايه ما بسلامتها تخرج من المستشفى. بقوله بقوله ايه يا ماهر؟ اهبط ايه واستنى ايه؟ مش عايز استنى طبعا. انا في سبق يا ماهر، سبق. انا لو البوليس وصل لي وجابني قبل ما اوصل للست الوزيره محدش هيصدقني. وانت عارف بقى الجديد هجيب القديم، وانت فاهم. بما اني بفهمها وهي طايره، انت كده عاوز تخش للست دي المستشفى مش كده؟ الله ينور عليك. للاسف مش بتاعتي. انت كده بتخبط على الباب الغلط يا درويش. ليه بقى؟ مش سكتها صاحبي. انا اخري في الموضوع دوت ان انا رايح الست دي من بلاوي الدنيا واخليها تقابل وجه رب كريم، انما عشان ادخلك مستشفى عليها حراسه وامن عشان تقعد تأنسها وتجالسها مش سكتي. بس الأمانة في ناس سكتها دي. ناس زي مين؟ نفكر. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله. والله ما أنا عارف إيه اللي بيحصل لي ده يا أخي. قضيت 20 سنة من عمري منسي، وبعد السنين دي كلها تجيلي بلوى. بلوى ماليش دعوة بيها خالص. تقلب عليا القديم والجديد. اهدى بس، ربك غفور رحيم. دلوقتي انت محتاج لموضوعك ده خريطة. يعني ايه؟ يعني عايزين عيل ابن قرود يكون دايس المستشفى وعارف دهاليزها وبهاريزها، يوصلنا لغاية عتبة أوضة الوزيرة. ما تقلقش، انا هعسعس كده وبإذنك يا رب هجيب لك اللي يودينا. ما تقلقش، حبايبنا كتير وإن شاء الله هنلاقي. معرفش ألاقي الواد حسن الحن صاحي دلوقتي ولا إيه. مين؟ حسن الحن. الحن؟ عيل إيه؟ حسن الحن؟ ما شاء الله. يا تاتش، من حيث المبدأ أنا عناية ليك. هو صحيح جرنيها فرنجي، بس بعون الله ما ياخدش في ايديا ساعتين ثلاثة. ربنا يبارك لنا في صوابعك يا تاتش. يعني نستلموه على الفجر كده؟ من حيث النظرية ممكن، لكن من حيث التطبيق في مشكلة. مشكلة ايه يا تاتش؟ العدة بتاعت الشغل متحرزة. متحرزة؟ أنا اللي فاهمه إن الحكومة شايلة عينها عنك يجي أكتر من 10 سنين. ما هي مش الحكومة اللي محرزاها. أمال مين؟ اللانيا اللي من الحكومة، مراتي. ثانية واحدة، ثانية واحدة. أنت يا دكتور عايز تفهمني إن اللي حقن الوزيرة حقنها من فلاكسيديل عشان يجي لها هبوط في الدورة الدموية فتموت، صح؟ صح، وده مش مجرد استنتاج، أنا فعلاً عملت لها تحاليل وتأكدت. طب وليه اللي حقنها ما حقنهاش بسم صريح؟ سيانيد مثلاً. كانت ممكن تموت في ظرف 5 ثواني، ليه؟ عايز يحقنها بحاجه ممكن تتلحق. مش عارف، بس اعتقد انه كان فاكر ان انا ممكن ما نلحقهاش. مش عارف، انت مش عارف. اي سم صريح بيبقى ليه اعراض جانبيه. لكن اللي عملها كان عايز يبين انها ماتت موتة ربنا
ما اتقتلتش. عارف ده معناه ايه؟ ايه؟ ان اللي عملها هنا في المستشفى، لانه لو كان من بره المستشفى كان زمانه حقنها وطار وحلني بقى لحد ما يعرف يجيبه. شفت كل التفرغه بتاع كل الكاميرات. اللي عملها دكتور او ممرضه صح؟ للاسف الكاميرا الاعلانيه المركزه كانت عطلانه. ايه؟ ايه يا كريم عطلانه؟ يعني ايه؟ يعني ايه عطلانه يعني؟ يعني ايه عطلانه؟ تهدى تهدى اهدى يعني ايه؟ لا ده كل دكاتره المستشفى وشفت الليل كله بممرضينها بعمالها هيبقوا عندي النهارده بما فيهم انت. انا؟ معلش يا دكتور هو عصبي شويه بس ده من ضغط الشغل. المهم حضرتك ما تاخرش النهارده على التحقيق. أنا هفهمك على كل حاجة يا ست عفيف. بقى أنا يعني مورود ورطة ما يعلم بها إلا ربنا، والورطة دي ما حدش هيفكني منها غير خليفة. مش معنى إنه بيعمل كده يعني إنه هيفسد توبته، بالعكس ده بيعمل خير. توبة إيه يا أخويا اللي أنت بتتكلم عنه؟ إياكش يكون مفهمك إن أنا حايشة عنه العدة عشان خاطر يتوب. الله، أمال إيه؟ أخ منك أخ. مفيش فايدة فيه، هتفضل طول عمرك كده، هتعيش ملاوة وتموت ملاوة. الله، ما تفهمونا يا اخوانا ايه العبارة. أنا يا أخويا هفهمكم وهخليكوا شهداء عليه. الراجل صاحبك ده مش عايز يضرب لي جواز سفر وتأشيرة السعودية عشان أزور بيها بيت ربنا. يا وليه أنت فاكرة إن العمرة دي تأشيرة وجواز وخلاص؟ دي عايزة فلوس ياما، مش أقل من 10 15,000 جنيه، ولا عاوزين أضرب لك ريالات كمان؟ هو إحنا اللي هنقوله هنعيده تاني؟ ما أنا قلت لك أنا محوشة 5,000 جنيه، ومش عايزة منك غير 5 زيهم. يا راجل، يا راجل يا مفتري، زكي عن ملك الحرام بدل ما تجمعهم حطب يشويك في نار جهنم. بس، ثانية واحدة، ثانية واحدة. يعني أنت دلوقتي مش عايزة تفرجي عن العدة غير لما خليفة يضرب لك الباسبور ويضرب لك تأشيرة عمرة، صح؟ أمال أزور بيت ربنا إزاي؟ وبيني وبينك يا أخويا ده أنا ليا ورق في الحكومة فيه يجي 30 سابقة. 30 سابقة؟ يا سلام، هذه الناس اللي بتعمل تاريخ. 30 قضية مش أنت؟ تشهود الحقيقة هادم. طب يعني حل المسألة دي 5,000 جنيه صح؟ وجواز سفر عليه تأشيرة السعودية. ماشي، إذا كان على 5,000 جنيه أنا بكرة الصبح يكونوا عندك 5,000 جنيه. أنا مش هدفع حاجة يا عم، دي لو راحت السعودية هتفضحنا وتتقفش. يا ست روحي السيدة نفيسة، السيدة زينب، سيدنا الحسين، روحي مداني الحجاز لف لفتين تمشي. يا راجل يا جاهل يا أمي، ده كل ده بدعة. وتقول لك بدعة، بعدين أنت مش هتدفع حاجة، أنت مش هتدفع أي حاجة. وأنت بقى، وأنت عشان خاطري يعني عشان خاطري تفرجينا عن العدة بقى عشان الدنيا تمشي. خلاص، إذا كنت أنت هتديني الفلوس هاخد كلامك ثقة، استبينا. بالإذن بقى أنا. اتفضلي. بقول لك يا درويش، أوعى تكون بتضحك على الولية دي لبش. ال 30 سابقة اللي عندها نصهم حيازة سلاح والنص التاني عاهة مستديمة. انت بتخوفني يعني ولا ايه؟ براها يا ماهر، في ايه؟ الفلوس هتبقى عنها، هتبقى بكرة الصبح موجودة. يا جدع، انت هتلعب أمي ليه على الناس؟ تقول لي 30 سنة وعاهة مستديمة. ناقص أنا عاهة مستديمة. الصبح الفلوس تبقى موجودة يا ماهر. خلاص معلش. الو، ايوه انا شهاب. عم درويش وحشنا قوي والله، والله البحر عايزين من غيرك. بطل ام الهاتش ده بقى، بطل الهاتش ده وخليك معايا في المشوار المهم اللي هقول لك عليه. رقبتي. انت تطلع على السايبر، تخش جوه المكتب بتاعي، درج اليمين تفتحه، في نسخه من مفاتيح البيت، تاخد المفتاح وتطلع البيت على طول، تفتح تخش اوضه النوم عندي، دولاب الهدوم الضرفه اليمين تفتحها، تحت الغسيل في فلوس. بقولك ايه؟ 15,000 جنيه، 15,000 جنيه تاخدهم وتنزل بيهم على البوصة تعمل حوالة بريدية، باسم السيد خليفة منصور أبو دنيا. لا مش الصبح، بلاش المراوح اللي على قلب أهلك دي. ماشي. البوصة فاتحة لغاية الساعة 9 بالليل، خلص مشوارك واديني التمام. تمام عم درويش. سلام أخويا. سلام سلام منصور أبو دنيا.
الله، ايه لزوم ال 15 واحنا كل اللي محتاجينه خمسه؟ يعني احنا المشوار اللي احنا فيه ده مش لازم له هم هو الاخر ولا ايه؟ اه صح. بقول لك يا خليفه، بكره الصبح ان شاء الله هيجوا ال 15,000 جنيه، تدي الست الطاهره دي 5,000 وال 10,000 التانيين ترجعهم لي، ماشي؟ سلام من غير ما يضربوا. ماشي خليفه؟ حض الله. عمر مقبول ان شاء الله. انا بريء. ايه ده؟ ازيك يا دكتور؟ معلش يا دكتور، انت فتحت في ايه وهتقفل في ايه؟ فتحت في دقيقتين وهقفل في 3 دقايق. مش قصدي، قصدي مستعجل ليه؟ مستعجل عشان الظروف يا دكتور، ما انت عارف الظروف يا دكتور اللي احنا بنمر بيها اليومين دول. معلش بقى يا دكتور، استاذن انا بقى. استنى بس، عم درويش فين دلوقتي؟ عم درويش فين دلوقتي؟ هو انا اعرف هو كان فين من شويه؟ ده حاجه في علم الغيبه يا دكتور. ده وحشنا قوي، ما انت عارف الظروف اللي بنمر بيها، ادعي له يا دكتور بقى. استنى، اللاب بتاعي فين دلوقتي؟ الحته تدعي يا دكتور. اللاب بتاعي فين؟ اللاب بتاعك، اللاب بتاعك معرفش، ادعي له بقى يا دكتور. ادعي لللاب بتاعي؟ لا اللاب بتاعي ادعي له ان انت تاخده يعني ان شاء الله قريب، بس معلش يا دكتور عشان الظروف بقى اليومين دول يعني شويه كده. طب انا عايز اللاب بتاعي دلوقتي حالا. مش كل حاجه دلوقتي، معلش يا دكتور سامحني انا بحبك. يا ابن الكلب! انت بتكلمني انا ولا ايه؟ انا اسف يا دكتور، بس اول ما اشوف حضرتك هنا في المستشفى، حضرتك جديد معانا؟ جديد معاك؟ انا يا ابني الدكتور حمدي اشرف ابو سريع، استاذ امراض البنك سونسون جامعه سكونسون. ده انا سايب مؤتمر عالمي كبير في زنزبار عشان اجي اتابع حاله معالي الوزيره، تقول لي جاي جديد؟ ده انا بنيت المستشفى دي على كتافي يا ابني. انت اسمك ايه؟ انا اسف دكتور حمدي، اللي معرفك يجالك. اتفضل يا دكتور حمدي، اتفضل اتفضل. الجديد قال سلام على بني آدم ما يسويش نفخة. اسم الله على معاليكي. معلش أنا جاي لحضرتك كلمتين بس مضطر يعني مضطر وماشي على طول بس مش عارف يعني مش عارف طب اصحيك ازاي وانا مش معقول يعني مش معقول يعني ادخل واخرج كده من غير ما اكلم عليك ده انا عامل جنايتين لحد دلوقتي عشان اوصل لك النبي النبي تصحصحي كده وتفوقي شويه حياه النبي يا شيخ يا ست الكل يا دكتورة معليكي يا رب ها يا ست هوبا هوبا اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي هتفوقي بربنا والله العظيم هتبقي زي الفل وردة منورة وردة منورة انا انا
انا ما هي حاجه عايز ارجعها لحضرتك. بديل لما وصلتني جابت عليا بلاوي الدنيا والاخره. بصي بصي ايوه بصي الايباد ده ولا التاب ده مش بتاع حضرتك. انا جاي بقى اديه لسعادتك بس يعني عايز من حضرتك شهادة حق. حضرتك تقولي تقولي ايه ده انت؟ انت حالتك صعبة أوي. طب ممكن حضرتك ورقة بخط حضرتك تقولي من غير مؤاخذة يعني إن أنا غير مسؤول عن تفجير معاليكي بعد إذنك يعني تكتبي مش هتقدري. طيب اجيب انا ورقه واكتبها ومعاليكي تبصمي عليها. قلت ايه؟ تعالى شيل البتاع ده عشان تعرفي تتنفسي. بتقولي افسر بس الكلام بتاع حضرتك. ممكن معاليك اشيل الشنكور ده ممكن اشيله ولا ممكن تفيصي فيها؟ مش هتفيصي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يا سلام عفريت. عيني العفريت. عين عفريت؟ لا اله الا الله. هل عفريت؟ دكتور ايهاب. عيني العفريت ايه بس؟ فهميني. انت مكوبسه ولا حاجه؟ مكوبسه؟ لا. ايه ده؟ انت مين وبتعمل ايه هنا؟ انا الدكتور صلاح اشرف ابو سريع جامعه سكون فرانس ليبر. دكتور صلاح مين؟ انا اول مره اشوفك هنا في المستشفى. ازاي؟ انا الدكتور صلاح بتاع الوزيره. انتوا ازاي يعني؟ ازاي سايبينها من غير سكس بالف على وشها وال مش ممكن. سكس بالف ايه؟ مين انت؟ مش ممكن. هو فين مفتاح 18 والجنكار والبرور براندو؟ مش ممكن اللي بيحصل ده. امبوسيبل. مين الراجل ده؟ امسكوه. الله يخرب بيت امي. ده اوكر. مالها اوكر زمان؟ معقول سايبين البلولة هنا عند سيادة الوزيرة؟ ده كلام؟ يلا يلا بسرعة بعدين. انا نرجس. لا ده مش طبيعي. انا حاسس ان درويش اتعكش جوه. تقفل من بقك. ايه ده؟ انت قلت تقفل من بقك. بعدين صاحبك حدق. وفي ايه مالك يا اخويا؟ محصور بقالي ربع ساعة اتجنن واعملها بس مش عارف اعملها فين في اللبش اللي جوه ده. يا عيني. حياتك انا بنت الوزيرة. ممنوع ايه بس حضرتك؟ بقول لحياتك انا بنت الوزيرة. اسفين جدا يا فندم، في حاله طوارئ جوه وجالنا تعليمات نقفل المستشفى كلها. بنت الوزيره شخصيا ما عرفتش تدخل. شكل لبش هيطول. بقول لك يا نرجس. نعم. هتسيبيني اعملها في الصندوق اللي جوه ده؟ ده انا احرقها قبل ما تعمل فيها كده. قص عليكي. كانش على وسط عند الساعة 9. حسن المجموعات جاهزة؟ يلا بسرعة. البنت داخلة على المحطة. مطمن 10. شغل العيال اللي بتعمله 6 نقلة ده هيودينا كلنا في 60 داهية. يا عم اهدى بقى. هتلاقي كمين أحسن من كده فين يعني؟ كمين؟ والله بس هو اللي ما يكونش عامل لنا كمين. ده زارع قنبلة تعمل لنا كارثة في وسط جرم البشر اللي جوه ده. لاقيش معاك ولعة؟ سوري. لا
ماليش في اللغات. اللي شاغل بالك وجاي تقابليه بعتني عشان اقعد. يلا بينا نتكلم واحنا بنتدنجل. بتدنجل؟ انت مين يا ست انت؟ في يا بت؟ ورا صوتك؟ انا جاي اخدك تقابل الارهابي. لا تعجبيني وانت حويطه. وعشان تطمني وامرت التابع. اوكي اوكي. لا اسم الله عليك نورة. يلا بقى هزيها وتعالي ورايا. الله حلاوة قوي. ده طلع تنظيم مختلط. ارهاب اتطور اشهر. يلا بينا. الغشا معايا والحرنكش ورايا. جهز نفسك يا عجميه. قشطه يا سمسميه. بالسلامه. واد يا بتاع. يا حاج. اول ما اغزك بالعصايه دي تاخد الشنطه اللي في ايدك وطيران على البيت. يا الشنطه دي فيها ايه؟ اول ما توصل البيت هتعرف فيها ايه؟ هتعرف تعمل كده؟ انا مش هقول لك غير كلمه واحده. أوه. اللي عنده بيت زينا هقول له يا عمنا. ودي كلمه واحده؟ امال ايه؟ اتفو عليك. ماشي. رايحين على فين بالظبط؟ من دلوقتي مش عايزك تنطقي ولا كلمه. افتكر هيروحوا على فين؟ لو في المريخ انا وراهم. ولا بتاع يا حاج تقدر تتحرك دلوقتي. ماشي. حرامي حرامي حرامي. خف شوية. رايحين على فين؟ مش أنا قلت اسكتي خالص. هتقعدي تبص كتير؟ انت هتمشي من هنا وانا همشي من هنا، والمكان اللي قلت لك تقفي فيه تستني فيه الامير تقفي فيه ما تتحركيش، فاهمة؟ امشي امشي مش خروح امشي. يا سيد في حد خرج على البوابة؟ طريق الدهر منين يا بنت الحلال؟ ليه كده يا استاذ؟ ده انا جاي اوصل لك امانه واتكلم معاك شويه. كان لازم تبلغي يعني؟ انا ما بلغتش، بس اقسم بالله العلي العظيم لو اديك في 60 داهيه لو ما قلت لي دلوقتي حالا ايه دليل براءتك اللي كتبته لي في الورقه؟ وايه علاقتك بامي بالظبط؟ انا ماليش علاقه بامك ولا ليا اي حكايه ولا اي روايه. انا يمكن اعرفها من 3 4 ايام فاتوا. انا كل ذنبي اني لقيت حاجه مسروقه اعتبرتها امانه وقلت اوصلها لاصحابها لحد ما رحت للدكتوره في الوزاره وحصل اللي حصل. وعرفت منين بقى انها كانت مسروقه؟ اللي سرقوا ليه يبيعهولي، بس انا بقى هرجت انه مسروق. قعدت اضغط عليه لحد ما قر واعترف انه لقط الجهاز ده من عربيه عند بوابات اسكندريه. من ساعه الجهاز ده ما هو معايا وبلاوي الدنيا كلها عليا. معرفش بقى يعني من غير مؤاخذه يعني فلوس الست الدكتوره حلال ولا فيها شبهه؟ نعم. معلش اصل بعيد عنك الجهاز ده معفرط. اول ما فتحته مصايب الدنيا كلها اتفتحت في وشي. مش فاهمه يعني ايه معفرط؟
الواد شعبور اللي عندنا في الحته قال لي ان الجهاز ده مرصود من جهاز تاني. مرصود؟ متراقب يعني. طب هو عارف منين اذا كان متراقب ولا لا؟ ما انا هقولك على كل حاجه بس واحده واحده كده واديني وقت. سيادة المقدم، ايه الاخبار؟ الاخبار زي الزفت. زي الزفت ازاي بس يا فندم؟ نالا لسه بعتاني مسج بتقول انها كويسه، بس هو المشكله ان الموبايل اتقفل بعد كده. هو انتوا لسه ما قبضتوش عليه؟ نقبض عليه ما دام نهله متواطئه مع الارهاب اللي بندور عليها حازم بيه. طب وانا ايه اللي يخليني اصدق قصه عجيبه بيقولها لي واحد ارهابي هربان من السجن في قضيه محاوله اغتيال رئيس جمهوريه؟ اوه، قصه الارهابي الهربان ده مش موضوع. انا ايه اللي يخليني اعرض نفسي للخطوره والمجازفه دي كلها عشان اجي اقابلك؟ طب فين الجهاز؟ ها؟ الجهاز موجود. يا نهارك اسود ومنيل؟ انت بتلعب بيا؟ ما تضحك معاكش عادي بس. فين التاب؟ اقعدي بس، اقعدي بس، اقعدي بس، موجود والله، موجود. حتى بالاماره لما تفتحيه يبقى صورة والدتك وانت جنبيها. طيب، ما جبتهوش معاك ليه؟ هجيبه فين في وسط المرمطه اللي انا فيها دي وكل الخطوره دي كلها؟ هجيبه ازاي؟ ما يمكن يضيع مني. بص بقى، انا الحاجه الوحيده اللي تخليني اصدقك ان انت تطلع معايا دلوقتي ونروح نجيب التعب وتطلع بيها على وزير الداخليه تحكي له اللي انت حكيته لي بالتفصيل وبالحرف، وهو كفيل بقى ان هو يبرأك لو انت فعلا بريء. ايه ده؟ ايه اللي انت بتقوليه ده بس؟ ايه اللي انت بتقوليه حضرتك؟ ازاي يعني؟ ده انت لسه قايله بعظمه لسانك من شويه ان انا ارهابي متهم بقتل رئيس الجمهوريه، اروح له ازاي؟ اروح وزيره الداخليه ازاي؟ يا ستي انا اللي نجيني من الموضوع ده حاجه واحده بس، هو ست والدتك. عشان كده اقتحمت عليها وديتها في المستشفى. ايوه بس انا ما كنتش في اي نيه للاذيه والله، انا فضلت قاعد معاها واتكلم كده واتحدث معاها لغايه يعني شويه كده وفائت. فائت؟ اه فائت. طب وقالت لك ايه؟ ما اعرفش، قالت يعني فاقت كده شويه وراحت قايله عيني العفريت. انت هتهزر بقى ولا ايه؟ والله ما بهزر، الست والدتك بقى هي اللي بتهزر. هي كده شويه وعيني العفريت، كل شويه تقول عيني العفريت. ايوه يعني ايه عيني العفريت دي؟ ما اعرفش، يمكن هلوسه بقى ولا خطرفه ولا كانت مكوبسه ولا حاجه وبعد كده راحت في النوم تاني. يبقى انا تحليلي صح. يعني ده في حاجات مهمة تخص ماما، عشان كده في ناس بتحاول تقتلها عشان تاخده منها. بص بقى، إذا كان في سبب واحد يخليني أثق فيك ففي 100 قدامه يخلوني أهد الثقة دي. من فضلك أنا عايزة أشوف التاب عشان أعرف إيه اللي عليه بالظبط. أنا هجيب لك التاب وهو كذلك يعني، بس توعديني برضو إنك تقفي جنبي. ما بقاش في اختيار، احنا ما قدامناش غير ان احنا نساعد بعض. اديني رقم موبايلك عشان لو عاوزنا نتقابل عشان نتكلم. بقول لك ايه، هو انت قلت ايه لماما بالظبط خليتها تفوق؟ دعيت لها من قلبي. أمجد بيه. مين؟ مقدم كريم زلط، أمن وطني. آه، هو حضرتك راجل مشغول وأنا مش عايز أعطلك. في حاجة؟ درويش. درويش مين؟ درويش عبد ربه. آه، الإرهاب اللي البلد كلها بتتكلم عنه اليومين دول؟ يعني حضرتك ما تعرفوش بشكل شخصي؟ واحد زي يعرف واحد إرهابي ليه؟ يعني ما كنتش عاوز تهربه؟ هربه؟ بلاش تهربه، كنت عايز تقتله. حضرتك الظابط، خلي بالك من كلامك كويس. شكلنا هنطول مع بعض. مفيش مشكلة، بلاش درويش، فهيم.
ايه عرفتك؟ لقيتها نايمه، قعدت جنبها شويه قلت يمكن تصحى بس خفت ازعجها. انت مش هتروحي ولا ايه؟ لا مش هينفع، كنت بروح اليومين اللي فاتوا عشان هي ما كانتش في وعيها، بس دلوقتي لازم افضل معاها. قولي صحيح، هو مفيش حد من الداخلية يكلمك النهارده؟ هيكلموني ليه؟ عشان موضوع القبض على درويش. اه مفيش حد يكلمني، بس اكيد لو وصلوا لحاجة هيقولوا يعني. طيب انا كنت بفكر اكلم اشرف بكره على اساس يعني ان انا اقوله على موضوع الفايل اللي على التاب، ويمكن هم يعرفوا يفتحوه فنبقى عرفنا ايه اللي بيحصل. اه تمام. فهيم ده مجرد مخلصاتي بالنسبه لي، راجل يعرف مين ياخد كام ويعمل ايه. الله، ده فساد رجال اعمال بقى طلع بجد. طبعا بجد، يعني مخك راح فين ولا دماغك وديتك فين؟ شكلك تعرفه من زمان عشان تامنه على الشغل اللي من تحت الترابيزه. اعرفه من زمان اه، لكن امن له دي لا، بس كان لازم استعين بواحد زي ده بعد ما رجعت من السفر. ولما هو حلو كده ما عينتوش عندك ليه في الشركه يعني؟ ما عينتوش علشان ما يجيش واحد زي حضرتك يسالني الاسئله اللي انت بتسالها دي. على اذنك. انا مش فاهم بقى اللي اعمل ايه يا صاحبي، الكرسي مش واثق من ولا خليفه وامكانياته. ازاي بس مش واثق في خليفه؟ ده انا واثق في خليفه زي كده ما تقول ثقه المدربين بتوع الكوره في لعيب حريف، بس لازم يجي له مزاج عشان يلعب. ربنا يعدل مزاجك يا خليفه وترجع سالم غانم يا رب. يا رب. يا ابني يا ابني، شويه صلصه وشويه شطه كده توصى، ما تشحش ايدك. يلا. عينيا يا كبير. اتفضل. اتفضل. الف شكر. الله 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 الله. ايه؟ هو انت إيه؟ انت ولا انت مش انت؟ ولا انا بيستهيألي؟ لا بيستهيألك ولا مش لا انت، ورحمة سيدي البليبن انت. سيدك مين البليبن يا ابني؟ يا ابني مش انا يا ابني. انت ايه، الشمس سياحت دماغك ولا ايه؟ اه والله الشمس. لا شمس ايه، احنا بالليل. وانا تاه عنك، انت عم صابر صح؟ عم صابر. طبعا عمك صابر. لا طبعا عمك صابر. انت عم صابر، عم الواد صابر صاحبي. ها صبورة. ايوه صبورة. صبورة. انا عم صبورة. ايوه ده انا مربيه وهو طفل رضيع. بس صبورة ما كانش طفل رضيع. يا سلام، وما كان ايه؟ ده نزل زي البغل كده وقاموا مقشرين امه من عليه. انت ايه يا انت؟ انت بتغلط في ام صبر؟ لا والله والله العظيم ما اقصد، اقسم بالله والله ما اقصد. ايوه يا جدعان، والله ما اقصد. ايوه يا جدعان، تغلط في ام صبر. طب حقك مراد اخويا. حقك عليا، حقك عليا، انا استاهل ضرب الجزمه والحساب عندي. ايه؟ حيث كده بقى، اعمل لي طبق دبل الدبل وكتر المكرونه. المهر اللي ادهنها الوزير فات عليها 24 ساعة. كده هنلبس العملة اللي عملناها، والوزير هيتغير في أول تعديل وزاري. والله كنت بحبه. كنت بحبه، مش عايز تبقى نهايته على ايدي. عارف ايه اللي يغص في الموضوع؟ ان كل ما تزنق حد فيهم يقول لك والله انا مش فاهم انت بتتكلم عن ايه، زي ما يكون اسطوانه وكلهم حفظوها سوا. بقول لك ايه؟ انا ايه بقى، في قانون الارهاب هاخده وهلم كل العالم الوسخه دي وهدي عاطل على باطل جامد. طب وبعد ما تدي عاطل على باطل هتعمل بيهم ايه وتلمهم ليه؟ يا عم فهمني، اللي زي امجد الديب او ادهم القصاص او حتى حازم درغام دول مش هفاءات، هيعرفوا يطلعوا منها زي الشعره من العجينه وهيقلبوا الدنيا. والمشكله كمان مفيش اي حاجه عليهم، طول ما هم بره كده احسن بكتير. طول ما هم بره يبقوا تحت ضغط، ومع الضغط كل حركه بغلطه، وده في مصلحتنا احنا، بس شطارتنا نفضل محافظين عليهم تحت عينينا.
مفيش وقت مفيش وقت. كل اللي بتحكي فيه ده احنا لو اتهبدنا بلاغ تاني زي بتاع درويش ده هنلبس طرح، هنتلم كلنا وهيقف في 60 داهية. لو انك على حسي بس متريقش عليا، انا حاسس اللي اسمه درويش دوت هو اللي عامل البلاغ الاخير بنفسه. راجل تفتكر؟ اه افتكر. الراجل ده كل شويه بيثبت انه ذكي جدا. هي الحركه الاخيره دي ممكن تبقى عامله زي بالونه اختبار، عايز اشوف القضيه اتقفلت ولا احنا لسه وراها ولا لا ولا ايه اللي بيحصل. شكلك مش مصدقني. شويه نازل رجلك كده فكر. ده اللي انت مركز فيه؟ معلش انا اسف يا ست المقدم، اتفضل فكر تاني. الو. عملت ايه؟ في ايه؟ في اللي مخوفك. مفيش جديد. انا بقى عندي جديد. عم فهد. اهلا يا فهد، مالك لونك مخطوف كده ليه؟ على انت ليه ما قلتليش؟ ما قلتلكش ايه؟ ما قلتلكش اني درويش ولا ما قلتلكش اني اتقبض عليا؟ انا مش فاهم، انت قلتلي زمان انك هربت من السجن عشان انت كنت مظلوم، طب ودلوقتي؟ برضه مظلوم. مظلوم ازاي وانت متهم وبالصور في تفجير موكب الوزير وارهابه؟ كله ظلم والله العظيم، ثلاثة كله ظلم. تعال فؤاد، تعال اطلع معايا فوق، انا هفهمك على كل حاجة. تعال يا ابني تعال. ادي كل حكايته فؤاد، ويعلم ربنا، شوف يعلم ربنا فؤاد، ان ما حد سمعها من اولها لاخرها على بعضها كده غيرك انت. طب وبعدين يا عم فضل؟ ولا اقول لك عم درويش؟ قالوا لنا زمان اللي يخاف من العفريت يطلع له، وانت عشت عمرك كله ما بتخافش. بس فضل ما بقاش عفريت، فضل رجع تاني عايز زي زيك موجود في الحياه. احنا اللي ممكن نخليه موجود، واحنا كمان اللي ممكن نخليه عفريت. وانت عملتها زمان، انت مسحت اي ورقه ليها علاقه بظهير الملاح. النهارده ممكن تتخلص من فضل بنفس الطريقه، نفس الفكره، نفس اللي عملته زمان هتعمله تاني. انت محتاج تمسح فضل على وش الدنيا وتحوله لعفريت، ساعتها مش هيفضل غير الارهابي اللي اسمه درويش. ومهما عمل عمر ما حد هيصدق ان العفريت موجود. جهزوا يا رجاله. ايوه ايوه. ايه يا عم فضل في ايه؟ انت طلعت شقتها فؤاد؟ لا والله يا عم فضل، هو في حاجه حصلت ولا ايه؟ الشقه مقلوبه، في حاجات اتاخدت وحاجات اتكسرت. من الاخر كده في حد كان بيدور عليا. يبقى اكيد هو. هو مين؟ زهير. انا امبارح شفته واقف قدام العماره، واقف في الشارع. زهير؟ يعني زهير ده اسمه امجد الديب؟ معرفش، بس العربيه متسجله بالاسم ده.
واللي انا شفته جواها هو زهير. انا عرفته عشان شفت له صوره وسط صور ابويا القديم. طب والعمل ايه دلوقتي؟ اسمع يا راجل انت، احنا عندنا مشاكل واللي فينا مكفينا. مروه مروه ايه القرف؟ احنا كنا قاعدين في حالنا، احنا ايه اللي تعملنا دول؟ وبعدين احنا مش عايزين امجد الديب. امجد الديب انت ما بت انت دلوقتي ولا ايه يا فؤاد؟ هتضربني كنت تجيب الجرس يا ملح يا فؤاد يا ملح صغير، هتضربني انا ولا ايه؟ انت اصلا يا فؤاد ملوش اثر يا ريس. أنا مش متعود إني أقابل حد إلا بميعاد سابق، لكن ما دام جيت لغاية هنا أهلا وسهلا. خير؟ لا أنا مش هي دي المقابلة خالص ولا هتكون هنا. ده أنا كنت معدي من هنا قلت أجي أقول لك على ميعاد المقابلة اللي بجد، بما إن سيادتك ما تردش على التليفون. والمقابلة دي إن شاء الله بخصوص إيه؟ بكرة. بكرة لما تشرفنا في الجهاز هتعرف كل حاجة وتسمع كل اللي تحلم بيه. مادام حضرتك جيت اهلا وسهلا بيك، ما نخلص الموضوع هنا واللي انت عاوز اقوله لك. مفيش حاجه هتبقى هنا، ده استدعاء رسمي. اسف سوري معلش. الو الراجل هرب يا امجد بيه. ها كويس كويس زاخ في اخر لحظه، بس بقيت العمليه تمت. طب الحمد لله. على العموم انا وصلني المعلومه، هكلمك بعدين، مع السلامه. شكله خبر حلو. ان شاء الله خبر حلو. ان شاء الله الميعاد بكره امتى في الجهاز؟ 8 الصبح. وليه متاخر كده؟ نعم ان شاء الله 8 ل 5 هكون عندك في الجهاز. عمري كله أنا في الأول كنت فاكرة أني فاهماه، بس كل ما الوقت كان بيعدي بحس أني لسه معرفوش. في اللحظة اللي كنت بتوقع منه خطوة كان بيفاجئني بخطوة تانية. زي ما يكون مصمم يبقى لغز محدش يعرف يحله. ازيك يا نعمت؟ لحد من يومين فاتوا بس كنت فاكر ان رقبتي مش مطلوبة غير للداخلية والناس بتوع التاب، لكن اللي عرفته بعد كده هو اللي خلاني جيت لك دلوقتي. زهير. زهير؟ ايوه زهير الملاح اللي كنا فاكرين انه اختفى من الدنيا. لا 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 ما اختفاش، ده عايش ومتسطر ورا اسم واحد تاني، ورا صورة راجل اعمال كبير اسمه امجد الديب. ما سمعتيش عنه؟ اول مرة اسمع الاسم ده. يعني انت متأكد؟ زي ما انا متأكد اني شايفك بعناية الاتنين دول. متأكدت ازاي؟ امبارح بعتلي بلطجية عشان يخلصوا عليا في بيت السكاكيني. وعرفت منين ان هو اللي بعته؟ عرفت يا نعمة، وتأكدت
طب انت عايز مني انا ايه دلوقتي؟ زمان لما هربت من السجن قعدت ادور عليه ما لقيتلوش اثر. يمكن لو كنت عثرت عليه ساعتها كنت استكفيت اني اساله سؤال واحد بس، هو عمل فيا كده ليه؟ لكن بقى ربنا سبحانه وتعالى طول في عمره وظهر من تاني. قصدك ايه؟ عايز تقتله؟ لو اطوله بايديا دي اعملها، لكن انا عندي حاجه تانيه ابدا بكتير. انا عاوز اشيل الغطا من عليه واثبت للناس ان ده زهير الملاح، عشان ارجع انا تاني فضل الغول، وانت اللي هتساعديني في ده يا نعمه. انا؟ ايوه انت، لازم تشهدي ان امجد الديب هو زهير الملاح يا نعمه. انا لو كان معايا ورقه فيها اسمه الحقيقي وختم النسر كنت استكفيت بيها، ولو كان ممكن اعرف حد ممكن يشهد ان امجد هو زهير ما كنتش جيتلك، لكن للاسف مفيش حد قدامي غيرك يا نعمت. انا ممكن انفذ لك اللي انت عايزه واشهد معاك، بس وبعدين؟ تفتكر لما تدخلني انا بالذات في موضوع زي ده ايه اللي ممكن يحصل بعد كده؟ ايه؟ خايفه منه؟ لا، خايفه على طارق، ومستغربه ان انت مش خايف عليه زيي. طارق؟ ايوه طارق. زهير لو عرف ان انا وقفت معاك في موضوع زي ده مش هيسيبنا في حالنا. زهير لما كان بيشتغل محاسب في شركه فراخ في السكاكين عمل اللي عمله معاك زمان، تفتكر يعني انه هيعجز وهو رجل اعمال كبير زي ما انت بتقول انه يخلص عليا انا وابنك؟ وحتى لو ما عملش فينا حاجه، مجرد دخولي انا في موضوع زي ده مش في مصلحه طارق. يا فضل، انت فضلت بعيد عن طارق 20 سنة برضاك عشان ما يعرفش ان ابوك كان مجرم، ليه عايز تهد ده كله دلوقتي؟ ليه عايز تشيله عارك عشان طارق قديم؟ انت عارف ان طارق فرحه بعد شهر، وعارف هيناسب مين؟ مش مهم هيناسب مين، لكن نسايبه لو عرف الموضوع ده هيبقى وضعه ازاي؟ طب انا اعمل ايه يعني دلوقتي كده؟ معناها يعني كل السكك اتقفلت في وشي. انت اللي بتدخل نفسك في حارات مسدوده يا فضل. انت قدرت تعيش 20 سنة هربان، مش صعب انك انت تكمل كده؟ يعني عاوزاني اهرب تاني يا نعمت؟ لو عندك حل تاني ما يضرش طارق اعمله. ده كان امتى ده؟ ده في المعرض عند ريهام، يوميها كنت شايله هم اجتماع النقابة. كلموكي قالوا لك ان المشكله اتحلت والاجتماع اتلغى، من كتر فرحتك قررت تشتري اخر لوحتين عند ريهام في المعرض. هي دي ريهام مش كده؟ ايوه هي دي ريهام. وده الراجل اللي اشترى اللوحه اللي انت كنت عايزاها؟ ايوه حبيبتي هو ده. انا تعبانه خلاص، دماغي مش قادره. طب خلاص تعبانه، مش قادره خلاص. انا اسف، حقك عليا. بس عايزه اسالك عن حاجه، تعرفي واحد اسمه زين السعدي؟ مين ده؟ ده واحد عندك على الفيسبوك بعت لي يسال عنك. مش فاكره. خلاص حبيبتي خلاص، انا اسف، حقك عليا، خلاص ريحي. خير يا مدام نهى؟ شكلك متضايقة ليه؟ مش حاسة إن ماما بتتحسن بسرعة. إحنا ما قلناش إنها تتحسن بسرعة، المهم إنها بتتحسن. هي دلوقتي بقت عارفاكي وعارفة كل الناس اللي قريبين منها،
وعارفه كانت بتشتغل ايه. في معلومات كتير اساسيه بقت موجوده، انما التفاصيل هتيجي بعدين. بعدين امتى؟ دي حاجه بترجع بقى يعني لربنا، دي بتفرق من حاله للتانيه. يعني ما اقدرش اقول لك ميعاد معين، وانتي بصراحه تبقي بتظلمي نفسك وبتظلميها جدا لو قعدتي تحسبيها بالساعه. وبعدين خلي بالك وارد جدا تفاصيل معينه تفضل تايهه. بابا الفيديو؟ شفت الفيديو يا فريد. طب ايه؟ اتكلم يا فريد، هات اللي عندك وخلصني. انا قلقان عليك، هو في علاقه بين درويش عبد ربه وفضل سيد الغول؟ مفيش اي علاقه من اي نوع بين الاثنين دول. انا قلبي عندك وخايف عليك، وعايز اقول لك حاجتين. اولا البيت ده اتقتل فيه اتنين اول امبارح، وثانيا الراجل اللي كان بيضرب نار صورته متصور وواضحه جدا في الفيديو. ثلاثة؟ الله يرحمهم الثلاثة. اكيد درويش هو اللي قتل الاتنين دول. الله، وايه اللي مخليك متاكد قوي كده؟ هو واضحه يا سيادة اللواء، يوم ما كبسنا عليه فضل لابت في البيت. أول ما بدأ يتحرك الرجل ومراته حسوا بيه، خاف يبلغوا قتل. طب إذا كان كده بقى، مين الراجل اللي اشتبك معاه في الفيديو وضرب عليه النار؟ وارد جدا يكون حد من الأهالي اشتبه فيه وهو خارج. لا 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 عصام، ده لو كان ده حصل يا حبيبي كان ملا الدنيا غاغة وقعد يقول أنا اللي وقفت الإرهابي، أنا اللي وقفت الإرهابي. لا 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 لا، القضية دي مليانة تفريعات يا عصام. تستعجلش، ما تستعجلش ابدا في الاستنتاجات يا عصام، عارف؟ ماشي. قول لي بقى، وصلت لايه في قضيه تاشيره اليونان بتاعه امجد الدين؟ والله في حسب اخر ميعاد المفروض يردوا عليها بكره. كويس. تعريف سيادة العقيد، حضرتك هي القضية فيها تفريعات كتير جدا، ودي بعض الملفات المهمة. ده ملف أمجد الديب، وده ملف حازم درغام، وده أدهم القصاص. لو حضرتك فين ملف درويش ده اللي يهمني. اتفضل. بقلب الكلام ده في دماغك قبل ما تقوله يا درويش. طبعاً ايه؟ انا عاوز ايه؟ عاوز اثبت اني بريء، وعاوز اثبت اني مش ارهابي. طب وبعدين؟ افرضوا ان انا عرفت اعمل كده، ما انا هفضل برضه طول عمري متداري، وهفضل طول عمري هربان. تهربت زمان عشان ما كانش عندك حل غير كده. طب وايه الحل التاني؟ ما انا قدامكم اهو، واخدها جري وتنطيط من شارع لحاره ومن بيت لبيت، وكل حته بروحها بعك اللي فيها. ذنبك ايه انت يا خليفه يعني؟ ذنبك ايه انت بعد ما قعدت 10 سنين تنظف في نفسك؟ اجيلك انا بالبل والمسيحه اللي انا فيها دي واوسخك فيها معايا؟ وانت ما يعني ايه لزوم الشحططه والمرمطه اللي انا حاطك فيها معايا دي؟ ما انت عندك بيتك وعندك دكانك وعندك بيتك وجوز بيتك، وكافيين خيركم شركم. ذنبك ايه؟ وذنب ايه الست اللي جوه دي؟ مين عارف المصايب هتخبط على باب بيتها امتى؟ والادهى من كده بقى ان في بلاوي ممكن تطول ناس انا دفنت نفسي بالحياه عشان خايف عليهم. طب اعمل ايه؟ لازمته ايه؟ انا لازم اهرب تاني، هو ده الحل الوحيد.
استبينا لو هو في ايديك تعرف هتعمل الكلام ده ازاي؟ ده بقى اللي انا جايبكوا فيه وربنا سبحانه وتعالى. انا ما كنتش كده يا مهدي، ما كنتش كده. انا كان الليل قبل ما ينزل سواده على الدنيا يعمل لي الف حساب. انا اللي كان يفكر يسن اسنانه عليا كنت ابلعها له قبل ما يفتح بقه. ولما جه الوقت اللي بقول يا حيطه داريني لقيت القرود بتتنطط على كتافي. الله، كنت كان في ايدك تعمل ايه بس يا صاحبي وما عملتوش؟ انا ما عملتش حاجه، انا ما عملتش حاجه، انا بتحرك زي الجرس ما بيرنش غير لما يتدق عليه. ايوه بتفكر في ايه دلوقتي يا درويش؟ مش درويش اللي هيفكر، فضل الغول هو اللي هيفكر وينفذ. فضل الغول هو اللي هيضرب، ما بيفاديش الضرب. الراجل دخل على 80 اخد حقه في 3 سنين عشان كان متسطر على درويش واتنين تانيين بعد حادثة السادات، قبض عليهم عنده وبعد ما خرج من السجن. ما خلاص يا وائل، انا مش عايز اسمع قصة حياته. شوف يا فرج، انا مش عايزك تطول عندنا، لا احنا وقتنا يسمح ولا انت حمل البهدله. هما كلمتين ورد خطاه. ممكن تقول لي انت بتضحك على ايه؟ اصلي لما سمعت عن حادثه الوزيره دي وعرفت انكم متهمين درويش وشفت كمان الصور اللي انتوا نشرتوها قلت استنى استنى اشوف الحدوته العجيبه دي هتخلص على ايه. انا كنت فاكر انكم بتلبسوا اي حد لاي اسم عشان تلهوا الناس وخلاص، لكن لما شرفتوني بالزياره وجبتوني هنا فهمت انتوا غلابه قد ايه. وبعدين يا فرج وبعدين ما تتكلم عدل وتقول كلام مفهوم. حاضر حاضر يا ابني، هقول لك كلام مفهوم. درويش عبد ربه اللي انا عرفته من 40 سنة واللي سجنته زمان، مش هو درويش عبد ربه اللي انتوا بتدوروا عليه دلوقت. يعني ايه؟ افهم من كده انك مش هتهرب؟ أنا مش حد ظهري للنار يا ماهر، أنا لازم أواجه. الله، أم الباسبور، باسبور الخليفة التاتش مقع عين أمه فيه، خلاص هنلغيه؟ خليه مقع عينه، ما أنا عاوزه. يا الحمد لله، تفهمني ناوي على إيه؟ ناوي أجيب داغي زهير الأرض قبل ما أجيب داغي. أيوه صح، بس زهير ده أعرفه أنا وأنت بس، إنما اللي قدام الناس أمجد به الديب. الياردير النظيف الوسخ هيفضل طول عمره وسخ. وزهير ما نضيفش يعني لما غير اسمه من زهير لأمجد؟ ولا انت فاكر يعني عشان خاطر المليون جنيه اللي طلع بيهم من العملية زمان هم دول اللي كبروه؟ اصحى ماهر اصحى، انا لازم اناخر براه، وما وقعت زهير هوقع أمجد. وانا معاك يا صاحبي، حياة الأيام السودة اللي عشناها مع بعض سوا، ما هسيبك إلا ما تبرد نارك من ابن الكلب ده. طول عمرك أخ ورجولة يا ماهر، طول عمرك أخ ورجولة. أنا عايز فلوس يا ماهر. حياة الأيام اللي عشناها أنا وأنت على البرش كتف بكتف كده ما هسيبك أبداً. ربنا يكرمك، ربنا يكرمك. بقول لك رجولة، طول عمرك رجولة. أنا محتاج الفلوس يا ماهر. رحمة أمي وأمك. زهير دوت اللي خلوه قد كده قدامك. انت رم يا ماهر، بقول لك محتاج فلوس يا جدع. وانا بقالي ساعة عمال الغوش على مسألة الفلوس دي. اجيب لك منين؟ ما انت عارف البير وغطاه. الواطي واطي، الواطي واطي. هات تليفونك. تليفوني؟ عايز تقلبني وخلاص؟ اخلص. أيه؟ اخلص اخلص اخلص. خي خي يا رب. الذي
طلبته غير متاح حاليا. ترن على بينا لقين. وما قوم فك حصرك قوم قوم خد بالك التليفون قوم فك حصرك قوم فك حصرك يا عايز فلوس يا جدع. اقعد يا حسام قول لي بقى يا سيدي ايه اخبار قضيه وزاره الصحه. والله يا فندم مش عارف اقول لك ايه الموضوع معقرب شويه. اكتشفت حاجه مهمه هي اللي خلتني اجي معاك النهارده. وايه هي بقى؟ دي صوره درويش عبد ربه اللي بنطور عليه اللي الزملاء طلعوها من الملف بتاعه اللي في ارشيف السجن. الحقيقه يا فندم لما دورت وراه ووصلت للناس اللي كانوا شغالين معاه زمان ايام قضيه السادات كلهم اكدوا لي ان درويش عبد ربه الكتيان شخص تاني خالص مش اللي موجود في الصوره دي. شخص تاني ازاي؟ شخص تاني يا فندم مش هو ده. انا وصلت لاثنين من اهم الناس اللي كانوا يعرفوا اكدوا لي نفس الكلام ان مش ده درويش عبد ربه الكتيان واننا المفروض ندور على درويش الاصلي اللي هو في الصوره دي سيادتك. درويش عبد ربه الكتيان الحقيقي. انت هتهرج يا حسام يعني ايه الكلام ده؟ يا فندم ممكن جدا يكون واحد منهم منتحل شخصيه التاني او يجوز قوي. يجوز ايه يا حسام؟ بقول لك ايه؟ انا اخترتك عشان تمسك القضيه دي متاكد 1000% انك هجيب الراجل ده وما تضيعش وقت. خد بالك احنا ما نعرفش الراجل ده. هنعرف الراجل ده. الراجل ده اللي اتهمناه قبل كده باختيال وزاره الصحه والراجل ده برضه اللي الناس مستنيه نقبض عليه وانت اللي هجيبه يا حسام. يطلع بقى عبد الكريم درويش يطلع زفت جن ازرق نجيبه الاول وبعدين نهدي الراي العام بعدين بعد كده نشوف العك اللي انت بتتكلم فيه ده. فاهم يا حسام؟ تمام عليك. دكتور زين وين؟ موجود. اهلين. مش هنا بيقولوا كده برضو؟ أنا خلص رتبت كل شيء لبكرة. قبل طلوع الفجر بتكونوا بصيدا. في مركب رح يخدكن على مطرح آمن لهونيك. ومن هونيك بتروحوا على اليونان. حلو قوي. وبرزوا بقى لدخولنا السويد. توصلوا على اليونان بالأول وبعدين كل شيء بيكون مسهل. الحمد لله تمام. من غير مؤاخذة يعني ممكن الترتيب ده يتغير شوية ونطلع كلنا منه كسبانين. يا نهار اسود. ما هو المصيبة ان انا عارف انت بتفكر في ايه. يا ابني انت مش فاهم حاجة. يا ابني ما تخافش مني. انا لو عليا اعمل لك تمثال عشان علمك اللي عايز تسخره عشان راحة الناس. لحظة تغيير شو بدك تعمله؟ العداوة اللي بين سيادتك وبين أبو فراس مسمعة في البلد جامد. شو خصك بيني وبين أبو فراس؟ تقبرني تقبرني يا عمي. يا عمي اهدى روق روق شوية. رد علي. من أصغر صبي لأكبر شيخ بلبنان بيعرف شو في بين اليازجية وأبو فراس مثل السقر عندكم بالصعيد. حلو قوي. يعني مفيش حد في البلد يقدر يصدق أن أنت ممكن أنت وأبو فراس تتفقوا على مصلحة. لك بتطربق السمع على الارض وهالشي ما بيصير. قلي شو بدك؟ انا عايزكم بقى تتفقوا مع بعض. شو؟ اهدى 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 يا دكتور. بلاش بلاش تنفخ في ريشك وتحمر في عينيك واسمع كلام للاخر. اهدى اهدى بس. دلوقتي احنا عايزين الواد ده يروح سليم والدكتورة تبعد عن أي خطر وقبل كل حاجة ابني يبقى في أمان محدش يمس شعرة من راسه. وعشان ده يحصل لازم يبقى فيه طعم طعم كبير نبلعه للحيوان اللي اسمه أسعد ده. بتهيألي الطعم ده مفيش أكبر من سمعة العداوة
اللي بينك وبين ابو فراس. يا درويش انت مش فاهم انت بتطلب ايه. انا فاهم وعشان كده بطلب. انا لا عايزك تكلمه ولا تقعد معاه ولا يحصل بينك وبينه اي حوار. طيب شو بدك؟ انا عايزك تهديني بعداوتكم وتسيب الباقي علي انا. الو ايوه كريم باشا. ايه ده درويش انت بتتكلم منين؟ لا انا لسه في لبنان. لا الدنيا توحلت اكتر من اول بكتير، والوحلة المرة دي مش هنعرفوا نخرجوا منها بلدي كده زي كل مرة. يعني ايه؟ يعني لازم اخرج شرعي عشان أأمن ابني وأأمن كل الناس اللي موروطة معايا في العكة دي. شرعي؟ ازاي يعني؟ انا عاوزكم تبعتوا حد عشان يقبض عليا. حسام باشا مش عايز تقبض على درويش؟ انت عايزنا نحط ايدينا في ايد مجرم هربان ويتعاون مع اتنين من عتاولة المافيا في لبنان؟ بقولك يا باشا ده الحل الوحيد لو عايزين نقفل قضية الوزيرة دي بجد. القضية دي مشبوكة بثلاث اطراف، الطرف الاولاني منتصر مساعد الوزير، الطرف الثاني حازم جوز بنت الوزيرة، الطرف الثالث أسعد بتاع شركة الأدوية. الطرفين الأولين متهيألي اتكشفوا خلاص بعد حكاية موت أدهم. الطرف الثالث بقى هو الأهم، وصدقني مش هنعرف نظبط المتلبس غير بالطريقة اللي قلت لك عليها. الطريقة الأسطورية دي تفترض إن اليازجي وأبو فراس هيتعاونوا مع الأمن اللبناني. بالظبط كده يا باشا، كده كده الاتنين مش هيظهروا في الصوره لا هما ولا رجالتهم، واللي هيبان لاسعد ان ابو فراس هجم برجالته على الهنجر بتاع اليازجي، لكن اللي هيحصل ان اليازجي هيسلم الهنجر لرجاله الامن عشان يظبطوه متلبس. الموضوع ده عاوز تظبيط كبير ما بين الداخليه والخارجيه والانتربول. حسام باشا انا متاكد لو انت اقتنعت هترتب كل حاجه. حسام انا سايب الاجتماع جوه مش هوصيك، الامن اللبناني وافق على التنسيق، طيارتك بعد ساعتين، اول ما هتوصل هناك هتلاقي حد من السفاره مستنيك، هو هينسق معاك هو الانتربول. تمام عليك. خلي بالك يا حسام الموضوع اتصعد وصل لاعلى مستوى، المطلوب ترجع بالباحث ونهله بنت الوزيره. سلام يا حسام. يا فندم ما تقلقش ان شاء الله هيبقوا بعاد عن اي خطر، المهم نجيب اللي اسمه اسعد. ودرويش درويش يا حسام، لازم الحدود دي تتقفل وننهي القصة دي نهائي. مفهوم يا فندم. يلا ربنا معاك. قول لي يا حسام الاتنين ظباط موقفين العمل دول كانوا مكملين لوحدهم ولا كانوا منسقين معاك؟ منسقين معايا يا فندم. مع السلامة يا حسام، ربنا معاك. اخر حاجه اتوقعها اني اقابلك هنا. خلاص احنا عدينا حدود الخيال يا حسام باشا. مش حسام باشا برضو؟ انتوا الثلاثه هتطلعوا من هنا على المطار على طول. الظرف ده فيه الباسبورات بتاعتكم، الباسبورات دي باسماء تانيه خالص غير اسمائكم الحقيقيه عشان رجاله اسعد في المطار ما يعرفوش ان انتوا سافرتوا. يعني ايه يعني الباسبور ده مضروب؟ مد ايدك يا ابني، مد ايدك يا ابني، ده من غير مؤاخذه الحكومه هي اللي ضرباه، يعني انضف من الباسبور الاصلي بتاعك بكتير. هتشوف، افتح كده وشوف صورتك اهو، انضف انضف كتير. طيب سوري معلش بس انا ليه بدي اسافر على مصر؟ شو اللي بعد شغل هونيك؟ سيادتك يا دكتوره شهادتك مطلوبه ضروري جدا في مصر عشان القضيه دي تتقفل تماما. على الله بس الترتيبات بتاعتنا تمشي زي ما احنا عايزين ان شاء الله. بتمنى كل شيء يتم على خير يا رب.
طمنيني بس تصالي على مصر. اكيد. ميرسي كتير نديم، ما بعرف شو بدي اقول لك. ميرسي على كل شيء. يلا يلا باي باي. ميرسي باي. ازيك يا ابو فراس؟ الامن خلاص بقى معانا تمام التمام، ناقص بس نرمي الطعم الاسعد. هقابله بكره. هات لشوف شو الجديد اللي ما بينفع تحكي على التليفون. شوف نحن اول مره نتقابل، انما اللي بدي اياك تعرفه عني اني رجل عملي وما بحب ضيع وقتي. بلدكم شقوقها كتيرة وما عرفهاش غير ناسها، وأنا راجل غريب هنا، مفيش حد في ظهري غير واحد بس واقف سند ظهري وسند خطوتي، ولما حكيت له قال لي على شوية حاجات واتفاقات لازم يتفق معاك عليها. ومن هو هاد الشخص هذا؟ أبو فراس. ما تقول لي إنك بتعرف أبو فراس وأبو فراس بيعرفك. هو المفروض إنك تتكلم معاه وتتفاهم معاه أحسن. ايه لا؟ تمام يا باشا، ابو فراس قام بالمطلوب. اتاكدت انه سجل كلامه مع اسعد؟ حصل يا باشا، والسي دي طالع في ظرف دلوقتي على الامن اللبناني. بالنسبه لميعاد ومكان المقابله، المكان تحدد وفراس عرف انه درويش حو موجود في صيدا، وبعد ساعات رجاله بيكونوا هونيك وبيسيطروا على الوضع وبيتصل فينا وبنتحرك. دكتور زين وين؟ موجود. أهلين. مش هنا بيقولوا كده برضو؟ جهاز أمني واضح، بس أنت مين؟ عقيد حسام عقرب، الأمن الوطني المصري. عاوزك كده تهدى وتعقل وتقول للرجالة اللي وراك دي تنزل السلاح اللي في إيديها، عشان أفهمك إزاي ده حصل. جريت هنا وهنا، لفيت شرق وغرب، ونطيت من فوق لتحت، في الاخر جيت لي برجليك لقضاك. محدش بيهرب من القضاء، ويا عالم مين اللي جايب التاني القضاء يا زهير يا ملاح. لسه متشعلق في اسم زهير. القصه من اول للاخر بين فضل وزهير. اوعى تكون متعلق بالورقه اللي مع نعمه. نعمه؟ الورقة دي مش هتلحق تعمل بيها حاجة، لأنك كنت هربان مني، هربت كتير، لكن الليلة دي جيت لآخرك. الليلة دي مش آخر، الليلة دي هتبقى بداية لحساب طويل بقاله أكتر من 25 سنة مفتوح، مش بس على حساب دمي اللي حاولت تهدره مرتين بجبنك وخبسك، فحطيت إيدك في إيد الموت ومشيت في طريق الموت وهدرت دم ناس كتير ملهاش أي ذنب، من أول دم عبد الماحي وفؤاد ومراته لحد دم شوقي السباعي. إذا هتعملي فيها ملاك وتجيبها في الدم، في دم الناس دي كلها في رقبتك أنت، أنت اللي جريتهم في رجليك واستخبيت وراهم عشان تهرب مني. أنا عمري ما هربت منك، أنا طول عمري بدور عليك، من أول ما هربت من السجن وأنا بدور عليك في كل حتة، بدور عليك في وشوش الناس القريب والغريب، بنكت عليك طوب الأرض، بخبط على كل البيوت،
غرضي ان وشي يبقى في وشك واعرف منك ليه خنتني قبل ما اقبض روحك. الخيانه دي ضربه فيك، ضربه في عقلك وقلبك وجتتك كلها، علشان اعتديت على حرمه صاحبك. حرمه الصاحب انت اللي نهشتها يوم ما طمعت ورفعت سلاحك عليا. حرمه الصاحب لما حد يعتدي عليها الموت ارحمنا. ولا كنت فاكر ان حكايتك الوسخه مع الكلبه اللي كنت متجوزها هتستخبى للاخر؟ انت دماغك هبت منك ولا العرق الوساخ اللي جواك مخليك تهلفط باي كلام؟ طول عمرها مراتك عايزه ست صينه شرفها، وانا عمري ما بصيت لعرض الغريب عشان ابص لعرض صاحبي. الكلام ده كان ممكن اصدقه لو سمعته من واحده اي كلام، لكن انا سمعته من واحده كانت عايشه تحت سقف بيتك. راضية مراتي هي اللي قالت لك اني خنتك؟ راضية مين؟ راضية دي كانت ست طيبة وانت كنت مغميها. اللي قالت له اختها اللي شافت وعرفت قذرتك ووسختك ودارت عني وعنها. نعمت اخت راضية مراتي؟ انت بتقول ايه؟ بقول اللي كان لازم تسمعه قبل ما اقتلك واقبض روحي. مش عشان اريحك او افهمك، لا، 25 سنة وأنا كان في قلبي غصة، لأني كان لازم أقول لك قبل ما أقتلك حقيقة وسختك وخيانتك ونزلتك، علشان لما تطلب مني أرحمك. أرحمك؟ الموضوع انتهى خلاص. حتى وانت جاي تنقص ابنك بتخون يا خاين. بس تعرف الحكايه ممكن تبقى احلى كتير من غير رصاصه في دماغك. ايه يا طارق؟ هو انت مش هتروح مكتبك النهارده برضو؟ مليش نفس. وهتفضل كده لحد امتى؟ يا حبيبي انا مقدره اللي انت فوت فيه ده كان صعب وخطير، بس الموضوع خلص خلاص. خلص ازاي؟ انا لسه مش فاهم اي حاجه. مش الامن فاهمك على كل حاجه؟ ما المشكله ان الامن فاهمهولي ده هو اللي حيرني اكتر. ايه بس اللي محيرك؟ مش هم قالوا لك انك انت اتخطفت لانهم كانوا فاكرين ان الملف الزفت ده معاك؟ ودرويش ايه اللي جابه ورايا؟ وفداني بنفسه ليه؟ وامجد الديب نفسه كان عايز يقتلنا انا ليه؟ طارق دي قضيه كبيره قوي واكيد مليانه اسرار، ما ينفعش يقول لك على كل حاجه. الاسئله اللي انا بسالها دي ما تخصش القضيه خالص، دي تخصني انا. صباح الخير. صفاء، صفاء. ايوه مدام. مين اللي بعت الورد ده؟ ده واحد جه الصبح بيقول ان هو متعرف امجد الديب. شكرا. اوكي. Thank you.
كنتيش جيتي كنت كتبت صغير الملاح في كل اللي قاله قبل ما يموت. ده لسه عايش. انت يا نعمت، انت يا نعمت، انت اللي حسبتك في يوم من الايام زي اختي وامنتك العمر كله على طريق ابني، تطلع الضربه جايه منك انت. انت اللي بدأت يا فاضل لما ضربتني في ظهري زمان. انا؟ ايوه، انت كنت عارف ان انا بحبك وكنت بتفهم كل اشاره مني ليك، كنت بشوف الرد في عينيك، في نظرتك، في ضحكتك، في كلمه بتقولها لي وانت معدي عشان تقولي انك انت حاسس بيا وانك هتيجي. بس يوم ما جيت اخترت راجع اختي، ما اخترتنيش انا. انت مجنونه، مجنونه. انا عمري ما فكرت فيكي. لا مش حقيقي، انت ما اخترتنيش عشان ما يقولوش ان فضل الغول اللي مدوق تلات ارباع بنات السكاكيني، اختار واحده مطلقه. وراضية اختي كانت عارفه كده كويس قوي وعملت اللي كانت بتعمله زمان، تاخد حقي وتستحله لنفسها. بس المره دي بقى ما كانش فستان ولا جزمه ولا علبه بودره، لا ده كان الراجل اللي تمنيته والبيت اللي حلمت بيه والاب اللي كان لازم يبقى مني ومنك. وعشان ما تقولتيش كل ده، عشان ما تقولتيش كل ده تقومي تخربي البيت على اللي فيه وتروحي توسوسي بزهير الملاح اللي بخونه مع مراته. انا كنت متاكده ان الشيطان زهير مش هيغلب انه يشفي لي غليل. وراضية اختك اللي اترمت في مستشفى الامراض العقليه بعد ما عقلها خف وماتت وهي فاهمه اني بخونها؟ لا، هي عقلها خف لما قلت لها اللي عملته فيك، وبقيه حقي منكم اخدته لما اخدت طارق لنفسي ليا انا بس. شيطان، شيطان، شيطان ما يكفوش نار الدنيا والاخره عشان يتحرق. انا كنت جاي اخلص عليكي بنفس السلاح اللي خدت بيه طاري من زهير الملاح، لكن بعد اللي سمعته منك اي رصاصه هتطلع من سلاحي ده هتبقى رصاصه رحمه ما تستاهلش تتوسخ بدمك. انا هسقيكي من نفس الكاس اللي سقيتي لاختك، وهقول لطارق على حقيقتك، هقوله، وساعتها بقى هيعرف ياخد بطار ابوه وامه. ازاي؟ مكتوب لي اهو الموت والحياة مفهومش ازاي؟ ايوه بس دول قالوا انك خلاص. سيبك من اللي قالوه، مش كل اللي بيتقال بيتصدق، مش كل اللي بيتصدق يتقال. بقية في حياتك
مين؟ أنا مين إيه يعني؟ اسم ولا صفة؟ الاسم نعرفه، درويش. لكن أكيد أنت مش الإرهابي، ولا برضو الراجل الغلبان صاحب السايبر اللي عرفه من زمان. أنت إيه بقى؟ أنا راجل غريب وعشت طول عمري غريب، بتمنى من ربنا في يوم من الأيام إنه يقربني من حتة مني ترد فيها الروح. أنا مش فاهم حاجة. صدقني يا ابني، أنا أكتر هم في حياتي إني أفهمك. رسمت في دماغي 1000 كلمة عشان أقولها لك، وحيلت نفسي على 1000 طريقة للكلام، لكن يظهر إن ساعة البوح بيبقى لها هيبة بتعقد اللسان. بس متهيألي يعني بعد اللي شفته معاك من حق عليك إنك تفهمني. من حقك. يبقى فهمني. هفهمك. تعالي. في حاجة يا سارة؟ اه بس دقيقة واحدة لو سمحت. معلش. سارة خطيبتي، هشوف عايزة إيه و هرجع لك على طول. برضه ما قدرتش اقول له، وعمري ما هقدر. لو قلت له انا اللي هفرح